إذا مشاهدينا نعود نجدد التحية وترحب بكل اللي التحقوا بنا هذه اللحظة على قناتي سي بي سي بنا وكذلك شروق تي في. مر مباشرة إلى ملفنا الصباحي لنهار اليوم اللي حيكون حول المقروئية والقراءة الورقية في يعني ومكانتها في ظل التطور التكنولوجي، هل حافظت على قراءها وكذلك مقارنة بظهور القراءة الرقمية. وفي هذا صدد راي حضرة معنا أمل العيساوي وهي صحفية في مجلة شروق. نرحب بك صباح جريدة شروق. نرحب بك صباح الخير أمل. صباح النور. نورتينا. عيشك. صباح الخير. صباح الخير أمل. الحمد لله. بداية خلينا يعني نبدأ وشو اللي خلى يعني نقولوا الكتب نقولوا القراءة الورقية يعني تحافظ على قراءها في ظل التكنولوجيا الحديثة. يعني سارة وش رأيك قبل ما تجاوبنا أمال على السؤال، وش رأيك حتى للشارع الجزائري كان له رأي في موضوعنا لنها اليوم، نشوفوه مع بعض وأكيد راح يكون لك التعليق. يلا. هذه مصيبة كبيرة، نمر مرحلة عويصة وصعبة على إنسان. قراءة ما كاش كيما قراءة في الكتب. قال الله في كتابه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون حرف والقلم أداة كتابة والسطر. ربي سبحانه علم النبي صلى الله عليه وسلم بلا هذه الأشياء، الحرف القلم والكتابة والسطر. بنادم شي ربي هذه هي، وبنادم كيقرا من الميكرو ولا يقرا بالانترنت بالتواصل الاجتماعي، أنا أقول هذه أمور خطيرة. بنادم ما راهش يتا ماكش يسمي يستعو من الكتابة والحرف والقلم والكلمة، ربي باش يوفقه. يعني أنا شخصيا نفضل يعني المطالعة الإلكترونية، لأنه بون شغل حاجة براتيك يعني في الهاتف خير من يعني جورنال ويعني يدي الوقت بزاف ايتو. صافي حاجة تاع تكنولوجيا وعصرية، وحنا اللي جانا نحبوا حاجة تاع العصرنا ورانا مع الوقت نطوروا. صافي بريفيري مطالعه الكترونيه. في بريطانيا داروا احصائيات باللي كي تقرا في ليكرون تاع طابلات ولا الاورديناتور ماشي مليح للعينين وماشي مليح للراس. الاشعه هذه تاع الميكرو بورتابل وتاع الاورديناتور وتاع فيس هادو راه مرض، يسبوا مرض السرطان وامراض مزمنه للعين. ومن الاحسن الرجوع الى الاصل فضيله. اذا كي تقرا في الكتاب كي تتمعن في الصفحات تاعو وتسمع الورقه كي تدور هكذا فيها اشياء فيها حوايج. صح التكنولوجيا مليحه فيها حوايج بوزيتيف ولكن فيها حوايج كثير نيجاتيف. الناس التجأت للصحافه الالكترونيه ربما اللي لقاتها هي الاسهل او الاسرع بالاحرى. علاش درك باسك كثروا لي بورتابل ولي طابلات، ولات الناس تشوف فيها بالك تقدر ديبلاسي بها، تقراها في الكار، تقراها في المترو، في الطياره، وين تحب تقراها. اذا كانت اراء متباينه، كاين اللي كان مع القراءه الالكترونيه، كاين اللي كان مع القراءه الورقيه، يعني هما نقولوا مكتملان، كل كتاب ويكمل الاخر. لك هي تعليق على اراء المواطنين امل. هي طبعا وجهات نظر، يعني كاين اللي يحبوا الصحف الورقيه وطبعا هي الاصل. والصحافة الإلكترونية يعني جاءت لتكمل الصحافة الورقية وليس لتقضي عليها. الكتب بصفة عامة. بصفة عامة. الكتب الورقية يعني والإلكترونية. كاين تروح للمكتبات، مختلف المكتبات تلقاي الناس مازالوا يشريوا الكتب. كاين ماشي غير يعني يقول لك ناس كبار، حتى الشباب، حتى المراهقين، حتى مازالوا يشريوا الكتب عادي. وحتى الجرائد، بالنسبة للجرائد تمشي في الحافلات، في مترو، في أي مكان تلقاي. دوكا كون نخرجوا للاكشاك يعني نشوفوا باللي الاكشاك راهي تبيع الجرائد، مختلف الجرائد بقوه. حتى الكتب، يعني الصحافه الالكترونيه جاءت لتكمل الصحافه الورقيه. في بعض الاحيان كاين اللي يقولوا انه الصحافه الالكترونيه فضلوا الصحافه الالكترونيه، لكن انه مثال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لما ندخلوا الفيسبوك ولا تلقاي عنوان هكا بنظاري تاع صحيفه ولا صحيفه او كتاب، يعني او كتاب يعني يروح لهذاك يبحث على ذاك الكتاب يبحث عليه ويشريه باش يقرا هذاك، يعني يثير صح. ثم الصحافه الالكترونيه راهي تكمل في الصحافه الورقيه. يعني نعاود نرجع الى السؤال اللي كنت طرحته عليك امال، يعني وش اللي خلى الكتب الورقيه تحافظ يعني على قراءها في ظل التكنولوجيا الحديثه والقراءه الالكترونيه؟ يعني الكتب هي الاصل،
كتب هي الاصل. يقول لك كاين مثل الشعب يقول الجديد حبوا القديم ما تفرجش فيه، يعني الكتاب راح يبقى وعلى مر السنين مش راح يندثر ولا راح يزول ولا راح يذهب نحو زوال. الصحافه الالكترونيه اعيد القول انها تكمل الصحافه الورقيه، سواء الكتاب سواء الجرائد، هي مكمل، جسر يكمل الصحافه الورقيه. يعني كل واحد وميزاته. هل هناك ميزات معينه للقراءه على الكتب الورقيه مقارنه بالقراءه يعني الكتاب عنده نكهه؟ كاين ناس في الليل يقول لك ما نقدرش نرقد حتى نقرا كتاب. يعني اشخاص كثير، ما نحكيش على حتى في عامه المجتمع، كاين ولو كتاب زعما فكاهي ولا يقول لك ما نقدرش نرقد حتى نقرا، لازم يكون هذاك الكتاب. بقى هذيك العادات يعني اللي كانوا من قبل، يعني يقراوا الكتب قبل النوم، ما زالت ساريه. بعض يعني كاين بعض فئه قليله راحوا ذهبوا للصحافه الالكترونيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لكن هذا لا يمنع انه تبقى الصحافه الورقيه. لكن هذا ربما كذلك اثر، يعني نقولوا الكتابه او القراءه الالكترونيه اثرت بشكل كبير على القراءه الورقيه. اكيد يعني اثرت. كاين جانب ايجابي اللي هو كما قلت هي تكمل، كاين يعني بعض ما يقراش كتاب ولا كتاب ما على بالوش باللي كاين، يدخل الصحافه الالكترونيه على مختلف المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع الكترونيه اخرى، فيجد عنوان كتاب إصدار جديد فيلفت انتباهه ذلك الكتاب، يذهب ويبحث عنه ثم يقوم بشرائه وقراءته. بصح كاين ثاني فيها سلبيات، أنه الصحافة الإلكترونية يعني شوهت بعض يعني خلات أزمة وتراجع معدلات القراءة، معدلات القراءة ومعدلات شراء الكتب. يعني لا ننكر أنه للكتاب الورقي مكانته، ولكن مثلا اليوم أنت كصحفية في جريدة الشروق عندكم مصادر تطلعوا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما مدى مصداقية هذه المصادر؟ كاين مصادر عديدة فيها مصداقية. هي ماشي مصادر تاع اليوم، يعني مصادر قديمه جدا، عندها العالم كله يطلع عليها، ليس صحفي فقط في جريده شروق او في اي جريده اخرى. لكن يعني كاين بعض المصادر ما عندهاش مصداقيه، كاين فاتحين مجال للجميع انه يجي يغير خبر او اي شيء يجي، ثم تتاح له فرصة باش يغيروا. يعني تقوموا ببحوث يعني حتى تزيدوا تتاكدوا من المصدر هكذا باش ما تغلطوش القارئ. اكيد نديروا بحوث ودراسات وكذا، وعندنا مصادر اللي نتعاملوا معاها. يعني بعض المواقع الالكترونيه هي على بالنا بلي مدى المصداقيه تاعها نتعاملوا معاها، ماشي اي موقع الكتروني معناته عنده المصداقيه وعنده. يعني تشوفي اليوم انت امال، كيفاش تشوفي مستقبل الكتاب بين المطالعه الكلاسيكيه والتطورات يعني التقنيه؟ مستقبل الكتاب هو بعض الشيء في نوع من التراجع، يعني تراجع المقروئيه. تراجع يعني اكيد تراجع المقروئيه، يعني كاين الناس عادوا غير فيسبوك مواقع، هذا يعني اثر سلبا عليه. لكن هو الحاجه يعني الاكيده انه الصحافه الورقيه سواء الكتاب سواء الجرائد، مختلف الجرائد لن تزول، لن يعني لا تحل محل الكتاب الورقي، لن تحل محل الكتاب. الصحافه الالكترونيه لن تحل مكانه، ممكن انها تكمله لكنها لن تحل محله. يعني وش هي الجماليات نقولوا للقراءة اللي تضيفها القراءة الورقية حتى تبقى محافظة دائما على قرائها؟ يعني كتاب لازم ينوع ويبحثوا وش هي السر، يعني هذه المواقع الإلكترونية عليها بدأت تسيطر نوعا ما على الشباب وعلى القراءة. انت مثلا اليوم نقولوا امال انت كمستخدمه لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن وعندك بحوث وعندك مصادر تطلع عليها من خلال، وش هو الشيء اللي يجذبك في هذه المواقع مقارنه بكتاب ورقي تقتني في يدك؟ يعني كتاب ورقي صحفيه، يعني دوك اهم كصحفيه اولا قبل ما نتحدث على نفسي نتحدث على يعني المجتمع بصفه عامه. المجتمع يهمه تلخيص، يعني تلخيص واش حاب يوصل، حاب يوصل المعلومه، ما عادش يهمو انه يقرا يذهب للصحافه الالكترونيه حتى ثم يربح الوقت يربح. الكتاب يعني الانسان يقراه من الاول، لازم يقرا كلش باش يوصل
يعني الفكره اللي هو حاب يوصلها لازم يقرا الكتاب يعني كامل، يعني يتصفح كامل الكتاب باش الختام باش يعرف في الختام باش يعرف الكتاب على واه يحكي. على عكس الصحافه الالكترونيه هي تلخص ملخصات، كاين مثل تشوف العنوان ملخص هذاك العنوان تاع الكتاب يخرج لها الملخص نقرا كملخص، يعني بدل ما نقرا الكتب في اسبوعين نقدر نقرا الكتاب نلخصه في يوم واحد عبر الصحافه الالكترونيه. يعني لهنا نقدر نقول انه امان تفضل القراءه الالكترونيه على لا انا لا اقول افضل انا مدمنه على قراءه الكتب يعني في الليل ما نقدرش ننام قبل ما اقرا اطلع على كتاب. لكن عندي احيانا نكون يعني ميول اكثر لل يعني تكون كتب هكذا تجي صديقه او يعني زميله في مهنه الاعلام تقول لي كاين كتاب رائع كذا كلش، كل ما عنديش الوقت انا باش نقرا ذاك الكتاب نروح نطالع عليه في على الموقع يعني على الموقع الالكتروني نطالع عليه هكذا على واه يحكي بصفه في نهار بعد جينا نحكي لها على الكتاب هذاك وهي خدات وقت كبير وهي تقرا. يعني انت واش هي نصيحتك في الختام لامه اقرا بها في هذا الشان؟ أرد ما قلته قبل قليل، يعني الجديد حبوا القديم ما تفرجش فيه. الصحافة الإلكترونية أنا لست ضد الصحافة الإلكترونية بل هي على العكس يعني قدمت الكثير، لكن يعني لا يعني هذا تخلي يعني عن قراءة الكتب. هي مكملة، جسر مكمل للصحافة الورقية، جسر مكمل للكتب، ما لازمش نتخلاو على الكتب. أكيد يعني هذا بالنسبة لملفنا الصباحي لنها اليوم سعاد حول واقع القراءة الورقية في ظل التكنولوجيا الحديثة. والآن حابين كذلك نسقسوا آمال على نقولوا كيفاش يعني التحقت بالجريدة جريدة الشروق اليومي. يلا نختم كيما تعرف عليك أكثر. أنا تحصلت على أول بكالوريا ليا في 2010 تحصلت عليها. بعد كنت دارين اعلان في جريده شروق عن فتح تربص، رحت انا التحقت بمكتب قسنطينه، اني انا من قسنطينه المكتب الجهوي بقسنطينه، التحقت بالرئيس المكتب ناصر بن عيسى طلبت منه اني نجري تربص، قال لي انت تبني صغيره شحال في عمرك، انا ديت بكالوريا هذا والعام هذا ديت بكالوريا، قال لي ممنوع، قال لي لازم تكوني على الاقل تقراي في جامعيه اعلام واتصال باش انا خديت ذاك الايميل بديت نكتب اخباركم يكون خبر نكتب ونبعث له نكتب ونبعث نكتب فتره عام تقريبا ساعات نروح يقول لي ما زيديش تجي وكذا كملي قرايتك كملي دراستك بعدين بعد عام حبك يمكن حبي الصحافه يعني ملي كنت صغيره بعدين بعد سنه قال لي تلتحق كمراسله لكن كنت انا قرات التخصص الاول انجليزيه الليسانس الاولى تاعي قرات انجليزيه فالتحقت به قال لي كمراسلة يعني نشوفوا إلى قدرتي تقدري يعني توفقي كذلك بين أكيد وفقت بين العمل والدراسة من ثم انتقلت إلى العاصمة يعني في المركزية في جريدة الشروق يعني الرائدة ونشرف أنه فيها عضو مثلك أنت أمال عيساوي نورتينا بالحضور نتاعك في بلاطو برنامج صباح الشروق فقط نذكر أنك صحفية بجريدة الشروق شكرا بارك الله فيكم الله يسلمك اما لحظه مشاهدينا رايحين سرا نسافروا الى عين على خريطه نتعرفوا على عاصمه الفلبين.